اصدقاء السوء يا اما يودوك للادمان، اصدقاء السوء يا اما للتطرف، يا اما للحد، يا اما الجنسيه المثليه. اصدقاء السوء اصل هيعلموك ايه؟ قال الله وقال الرسول. فبالتالي الاحباط يجعل الحياه ضيقه. لذلك نحن محتاجين الان الى اطباء علم النفس، استشارات الاسريه الحقيقيه. مش كل واحد ياخدني دواء يبقى خلاص بقى مستشار. اساتذه علم الاجتماع، اساتذه الفلسفه. تعرف حضرتك ان هم الان في العالم كله، كل رئيس جمهوريه وكل حاكم في معظم دول اوروبا بالذات في المانيا وفرنسا وايطاليا عندهم واحد اسمه المستشار الفلسفي والمستشار المختص بالمجتمع. ده قديمه، ده عادي عندنا، مستشار سياسي للرئيس، مستشار للمجتمع، مستشار مسؤول المجتمع وهكذا. لكن المستشار الفلسفي، المستشار الفلسفي ده بيطوع الآراء الفلسفية إن يخرج من المآزق التي تضع، يعني توضع فيها الدولة.